برجع تاني بشاكل، انا بشاكل، انا لازم اشاكل، انا لازم اشاكل، انا لازم اوعي ناسي والناس يشوفوه بعينهم. لازم الموضوع ده، التصعيد ده يمشي فوق. التصعيد ما في زول يزعل لي يا جماعه، انا مش شريك يعني. انا شاهدك حق ابوك، لا حق امك، لا انا شاهدك، لا الدوله ده حق ميتين ابو اهلك، لا بس انت زعل لك شنو؟ يعني انا شريك حبيبي، انا شريك معك. انت بتلعب ليه ولا شنو؟ انا شريك معك في دكان، انت تقيل ادبك علي انا مثلا؟ انت تقيل ادبك، انت بتتسيد علي انا شراكه. ما هو شراكه، ما في زول يزعل في الكلام ده يا جماعه. انا شريك، باخد حقي نصيبي، ما على كيفك. طيب لا لا، انا حقي، انا في معادله وسخه جدا، في معادله غبيه جدا، في معادله نتنه جدا. شوف انا داير اقول لكم حاجه، اي زول انا كلام قلته لو جيت قلته لي ما بقول لك 200، ولا بقول لك جيب لي اللايف اللي انا قلت فيه، بكرره تاني في اللايف. شفت انا بختلف كيف؟ يعني انا ما جبان لو غلط او صح. اي زول جاني قال لي انت يوم كده قلت كده، بكرره تاني في اللايف عشان اثبت لي النقطه اللي انا قلتها ده. انا صعب جدا يا زول. طيب وده كله الغرض انه اهلي يوقعوا وياخدوا حقهم، يا انا متاكد. اوه يا جماعه، ناس جبل مول، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الناس ما تنوم يا جماعه، الناس لازم تتجهز نفسها وبتاع. اهم حاجه موضوع بتاع البيزنس، يعني الموضوع بتاع البيزنس ده مهم جدا، الناس تدعم بقدر ما تقدر يا جماعه. هوي الشغله دي ما شغله ساكت، الشغله دي مره، الشغله دي بعد ده حل على الجد، والجد حل على التهيئة لليوم كويس، رغم خلافاتنا معاه الليله ردم ابو ميتين ابو عبد الواحد ذاته. المهم وفي ناس يتخلصوا منهم كتير جدا، ونحن اول حاجه دايرين نحرر ارضنا ده، نحرر ننظف الشغل ده تمام. فا كويس. المهم في جنجويتي هنا طبعا بكى، وهسي هسي كلامي وكلامكم ده قدير ارسل لي مكالمات صوتيه، لكن شنو؟ بس ده شنو ده؟ شوف 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 في واحد، في واحد كوس ها من ابناء الشمال ده، نتين افن افن وسخ. شوف قاعد يقول شنو؟ اسمع، السمو والرفعه والاخلاق دي ما برضو كده، ربنا لما يوهبك لها ما بتقدر تتخلى منها بسهوله، لكن اللحظه الصفريه هذا الشخص بيبقى مونستر، بيبقى وحش يقضي على الاخضر واليابس. ومناوي ده طبعا لانه جاهل ما بيفهم الكلام ده، وبيفتكر انه سياسي كده بيتاشر وكده، وتم ترضيته وخش القصر وكان مساعد رئيس وكده، بيفتكر انه عنده قيمه. طبعا وسط المحاضن التعيسه دي هو بيظهر كملك، لكن مناوي عندنا يستحيل، قلت لك يكون دورمان، ما في زول بيقبل بيه اكثر من كده، لانه محاضننا جاهزه مشبعه قويه مثقفه متعلمه. لا مثقفة بتاعت حبوبتك يا خاين يا خسيس يا عميل يا جبان يا حقير يا عفن يا عميل يا خسيس، الله يبعد ده كتمت هلا على الجد، والجد هلا عليه. ونحن ذاته دايرين خليته دوك ساعة الصفر ده ذاته عشان يتفرز بين الاخضر واليابس. تلعب ليه ولا شنو؟ تلعب ولا تغض الناي؟ والكلام ده بشربه ابناء الشمال الشرفاء المساكين الغلابه، بعد النار تجي تاكل بيوتهم زي ده، وبعد الجنجويدي تقلبوا ليه محسي بدو. طبعا البرنامج بتاع دارفور ده قبل شفته في الحوار الخاص ها بيسالوا، شفته ها بيسالوا ليه همتي، استنكر الكلام ده كله، قال له انتوا كان زمان وحركتوا ما عارف قالوا، قال لا لا الحريق بتاع، شوف ثبت الحريق، الحريق بتاع الغوره ده 2003، لكن اصلا قدام السريد اسس 2013 وقال قواتكم دي عملت. المهم قلنا بتزلق زي بروت الصابونه، قولوا بعض حريق ابوكم ده، قولوا بعض عليك يا فهم. طيب انا في جنجويتي هنا صرخ صرخ، ما بتفق معك ليوم الدين الا يكون في حكومه قوميه عايمه فوق كده ها،
تقود لين الحراك يوم واحد بس، تكون مقبولة فترة انتقالية، تفكيك الأحزاب، تكسير دور الأحزاب، يتم قتلهم انت وأخوه وقتل ال 130 ضابط الكتالونة. ما أنا بتفق معك، خلاف كده أنت داير تجيني تاني بفوق. أنا داير أقول لك حاجة، خش في كلوب هاوس، خش في 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 حفرة، اتكلم، احفر، سوي، في النهاية عفنك ده إلا ما تطلعوا برا، ونحن قاعدين لك بس، أصلا لم نتفهم معك بس بنعاين لك كده بس، بالطوالة بس، بنعاين لك داير تقول شنو بس، حفر، اتكلم في جروب، اللي شفته في مخك سوي بس. سمعنا عندنا، جيب أمريكا، جيب إسرائيل، جيب أسي الصومال دي، القيامة كلها جات، سوى شنو؟ في النهاية خلوهم بس، قال هوي هوي، ما ينفع. ما في طريقة والله، لو جبت القيامة جت في النهاية انت ذاتك ما كلها ما أنا سوا صح؟ بس خلاص انت وكيد اصلا، لو انت لو ما خسيس وافن من ابن الشمال، انت لو ما افن، لو انت زول صادق ها، المفروض تكون ضد ديلك، زي ما انا دارفوري بيجي ضد رؤساء الحركات المسلحة، وقلت لك ما بمثلونا ديل، ديل ما بمثلونا، ما ممكن، انا ما بقتني بزول يمشي ينبطح لي مع ابناء الشمال الصفوة يقول لي بمثلني، انت ما ممكن زول مناضل تمشي تنبطح لي مع الناس الكتالوني، انت بتلعب ليبر شنو؟ ما في كلام فارغ بالشكل ده. طيب نمشي قدام نشوف في جنجويتي هنا اكلاته طبعا حركته كويس، في جنجويتي كده عشوائي كده برضو، نشكل اللايف، ننوي اللايف شويه. انه ما قادرين بس عليك الله، انا بحيق ده عندك كم زمن تنبح زي ده؟ ها؟ انت ذاتك مفترض تختش ذاتك يا اخي، ما تختش ذاتك والله، انت ذاتك من كلامك اللي بتقوله ذاتك تنبح ذاتك، نبح زي الكلب ما مفهوم مش ليش يا اخي، كلامك ده ولا جايب من الناس اللي تقول من ده اي خبر. تعال والله تنبل زيك وزي اي قرد زيك، تعال نبل معاهم هنا، ولا بتقدر تجد والله، ما تقدر تجد كأنه غنى وراك. كان جيت ما بطردوك زي زمان، فهربت مشيت، بس زمانك قطحت البحر ما هربت من هني، بس من الجنجويد اللي بتقولهم دول. تعال والله يركبوك زيك وزي اي عبد، زي اي قرد زيك، انت الحرام سخر ما طبعا صح؟ ها؟ اتحكت، نخش نشوف الثاني. احمد كسل وينك؟ انت بخير بارك الله فيك. كيف طيب يا اخي؟ كويس الحمد لله يا اخي. امبارح اللي بسمعك بالجنجويد، ما الجنجويد والله ما عارف للجنجويد ده وين تودوه، ما عارف لو جنجويد شوفوا لهم مكان مخصص خليهم يشوفوه يا زول. يا اخي جنجويد ما جنجويد، يا اخي العرب كلها تقول لهم جنجويد، وين تودوه؟ انا اصر طبعا صح؟ انا بعصر والله، اصرك اصرت لستك شفتها، اصرت كلف في تقول اكل شرموط، بعصرك انت عارف معلمين، انا بعصرك والله. طيب 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 اوكي كده طيب ناظر صح؟ طيب تحياتنا يا جماعة، الدعوة كده مفتوحة، كده الدعوة مفتوحة يا جماعة، لغة الأم شغال، وأي حاجة شغال عندك، أي حاجة إنجليزي فرنسي أي حاجة كبه بس، وصل رسالتك يلا، هيا هيا يا جماعة، في 570 نفر، هيا هيا اعمل ملصقات، اعمل ملصقات، اعمل ملصقات كده كده. بس كده فتحت التلفونين، كده فتحت التلفونين، ويلا يلا يا جماعه، دي عبر الصفحه شغال، نوصل الكهرباء هنا اوكي. طيب دعوة هناك، دعوة يا حبيبي، هيا دول عنده انترنت قوي، تعال لنا عبر الصفحة، انترنتك ملكلك، تعال لنا عبر هناك. طيب ده الحصمة حالك هنا، ده الحص هنا ما حالفه، أبو هيمة السلام عليكم حبابك الله، معلش بس عندي وجع في يدي عشان كذا متكي، معلش عادي عادي، نورمال نورمال تفضل. داير اقول لك شنو، سبحان الله، انا انت عارف امس لقيت منشور في صفحه عمار وتقول
ولطف على المعتقد. انت عارف بيقولوا شنو؟ قال ما كيف الناس تقول اخاويل انه في 200 شهيد في جبل مون، ما بنصدقوا الكلام ده. قال خليه يراجعوا اللجنه الطبيه. انا قلت لهم سبحان الله صحيح الكوس فيل، قلت له انتوا كان اول طلقه بتنضرب مفترض تنضرب فيكم انتوا قبل هيمتي، يعني زمان قبل السلام معترفين بانه ماتوا قريب 300,000 في دارفور. الليله بعد ما انتوا السلام عشان كل ما انا خليت سلامكم هيمتي ما تقدروا تقاووا، بيجي تقولوا ما معترفين بالخطل. انا قلت له اصلا اورد عشان ده غالي ما من الكيان، انا متاكد لانه قلت له كده ماتوا جماعه اسمه طاير حجر والجماعه اللي فاكروا ضابطهم ده. قال انت كوركو انتوا فرستوا الشغله، قلت لهم بقيتوا تابعين لكيانكم حتى لا 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 انت عايز معلش 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 ما تتكلم ليه في الموتى، يعني ما تحيي الموتى. كلنا جبل مون، خليك مع جبل مون، خليك مع البزنس، خليك مع السلاح والذخيره افضل عشان تدي اللايف ذاته شويه كده اضافه. تفضل. لا لا انا معاكم، انا هنا معانا ومع اخواننا وربنا ينصر. لانه انت وتعرف في نقطه برضو هسي لاحظتها، انا طبعا من الخرطوم لكن هو ولدي ما في النهايه زي ما قلت لو عملنا كرنجل ما بنرجع